مساء الخير، كيفكم؟ شو الأخبار؟ دكتور باسم، جراح تجميل سلسلة قصر القامة. هلا عادة قصر القامة عند البنات أخطر بكتير من قصر القامة عند الأطفال الذكور. البنت لو وصلت لسن البلوغ مش راح تزيد بعد سن البلوغ أكثر من 7.5 سنتيمتر، فإذا البنتك شايفتيها قصيرة عن صاحباتها فلازم تنفحص أكيد. قصر القامة عند الأطفال بخسر طول الطفل مقارنة مع الأطفال من نفس الفئة العمرية ومن نفس الجنس. العديد من الأسباب تؤدي إلى قصر القامة، أسباب مرضية وأسباب وراثية وأسباب طبيعية مثل تأخر البلوغ. ولا تشكل نسبة حالة قصر القامة المرضية عند الأطفال إلا ما يقارب 5% فقط من الحالات. ومن الجدير بالذكر أن قصر القامة الناتج عن حالات وراثية مثل قصر الوالدين لا يؤثر على في صحة الطفل إطلاقا. أما حالات قصر القامة الناتجة عن الإصابة بأحد الأمراض يمكن علاج معظم هذه الحالات وعودة نمو الطفل إلى طول القامة الطبيعي، لكن توجد بعض الحالات المرضية التي لا يمكن للطفل الحصول على طول طبيعي بعد الإصابة بها. علاج قصر القامة عند الأطفال يعتمد علاج قصر القامة عند الأطفال على السبب أكيد الرئيسي للإصابة. وفي حالات قصر القامة الطبيعية المتعلقة بالوراثة والتي لا ترتبط بالإصابة بأحد الأمراض لا يوجد علاج يمكن استخدامه لزيادة طول الطفل إلا ممكن يكون الجراحة. أما بالنسبة لقصر القامة الناتج عن الإصابة بإحدى المشاكل الصحية فتوجد بعض العلاجات التي يمكن استخدامها مثل استخدام هرمون الغدة الدرقية. الهرمونات في حال الإصابة بقصور الغدة الدرقية، هرمون النمو في حال الإصابة، متلازمة تيرنر أو متلازمة برادرفيلي وغيرها من الأمراض التي تؤثر في عملية النمو الطبيعية للطفل. وقد يتم اللجوء إلى إجراء عملية جراحية في بعض الحالات التي يكون فيها سبب قصر القامة هو الإصابة بأحد أو برامد الدماغ والذي يؤدي بدوره إلى نقص في مستويات هرمون النمو. هل عادة بالمجمل هي سلسلة توعوية عن قصر القامة عند الأطفال. طبعا لايك سبسكرايب شير وفعل زر الجرس اكتيفيت. أهلا وسهلا.